FM. الكلمة ليك. ترو كولر. مريض أنا. ألو. ألو الأخت طلبتك علقت عليا. ليه مش علقت عليك؟ أنا ما سمعتكش خير. مريض أنا. وي. أنا مريض. إيه مرحبا بيك. أنا مريض نحب نعدي ايه تحب تعدي وقتها شغل هارنا نحب نعدي نهلوس نعم. اختي نهلوس ياسر ايه نهلوس ياسر ونشوف خيالات وفي الليل يجوني عباد عندك خيالات ايه يجوني عباد فنانين ممثلين ما فهمتش فنانين ممثلين عندك ايه قالوا لي سي عماد الركيب ايه الرقيب. ايه هو اللي داويك على حكايتك الرقيق ايه قداه مدام نعدي نعم قداه نعدي وقتاش قداه فلوس خاطر انا مريض اي ديزيد 55 وقتاش نجم نجي خاطر انا مريض انا نهار تحب باه نجمش نسلك انت مدام خاطر الدكتور ما هذا يجيبوه في التلفزه تاع الكرم اي هذا يجيبوه شعره على جنب باهي باهي اي هذا مدام التهلويس هل هي نفسيه الحكايه ولا يقول واكل الحوت الازرق يعمل تهلويس مريض خاطر هو شنو هي الحوت الازرق يقولوا يعمل تهلويس لا ما يعملش الحوت الازرق تهلويس هذه مرض خاطر ولا وتنحال خويا وخاطر عندي انا باب هرب على امي عنده جمعه خذ بالك تاثرك الحاجات النفسيه لا لازم تجي اجي نقول لك انا ما نجمش نفسرك وضعيتك مريض لازم هو يشوفك ويقرر شنو يلزم شنو خويا وانا كلمت ثم الدكتور مدام حكاو عليه ما نعرفش كان عندك عليه فكره شكونه سليمان الابيض قالوا يجيب هكا عدو في التلفزه داوي في المر هو خير ولا عماد رقي خاطرني مريض مدام لا هو خير عماد رقي باهي مدام نهار اليوم شنيا اربعة غدوة العشرة ونص الاربعة غدوة باهي لادريس مدام وين تسكن انت نعم وين تسكن اريانا الصغرى انا برج لوزير باهي 46 ببورقيبة الكرم ببورقيبة ثماش بلاصة مدام يعني نحدد به المكان خاطرني مريض انا نعم نعيش بالاعصاب لا ثماش بلاصة قريبة مدام الكابيني شو بلاصة قريبة يعني حاجة نقمر بها مدام 42 مليون نستناه في الكيوسك اي وتجي معاه تجي وحدي انا عايشك مدام بركي عايشك مريض على الاخر الله يخليك عايشك ربي يعاونك الى اللقاء مريض انا راهو ظروف الو سي حاتم موجوده لا سي حاتم اذا كيخرج نجمش نسالك مدام تفضل مريض انا مريض ونهلوس تجيني هكا حاجات في مخي عباد يحكيو معايا في الحلم وكي نقوم ما نلقاهمش قلت نشوف شي حاتم ما يلقاهمش معايا عاونيش باهي وقتاش تحب تجي انت تحب تعدي ولقيت مدام تصويرتي بمساك في المنشر نعم تصويرتي فيها مساك في المنشر تصويرتي انا وامي ما فهمتش مدام قلت سي حاتم كهو سي حاتم بدكش يعاون بنتي حاتم توا ماهوش لهنا كان تحب توا كي تجي توا نعديهولك. ما وجيوك دي باسيون تفهم مدام انت شويه كي تحكي معاها. التهلويس مناش مدام؟ والله ما نعرفش منش اني معناتها نجم نقول لك ونحلم بعباد ما فهمتهمش نحلم محمد الجبالي ساعات نحلم معز بن غربيه مدام ما فهمتش علاش محمد الجبالي. والله ما نعرفش علاش مصابر يعني ها؟ عندي حتى فكره كان تحب توا كي تجي حاتم كلم تجي توا نعديهولك. انتوما في المستير ها؟ لا نحن في سوسه. وكيفاش نجي لسوسه مدام؟ ترونسبور عليكم ولا نشوفوا مريض مدام حط ترونسبور مدام اي تفضل انا ما نجي في اي وقت يعني سي حاتم يجيبني ولا نجي وحدي خاطر نخاف انا من الثنيه ما نجيب حتى حد وكن هلوس مدام جيني محمد جبالي نعم مدام نجم تاخذ تاكسي وتجي في اي وقت مرحبا بك مش مبين انت ما نعرفش فيك ما نعرفش ما يعديش في الديار وما يجيش يهزر ما نجمش مدام يجيني في الدار ولازم لازم لا ما يمشيش في الديار سي حاتم كنت فاهم اني وياك كنت تحاول تقنع مدام خاطر نهلوس خايف نخرج مدام نهلوس في الشارع حاجه معناتها قولها لسي حاتم خاطر اني لهنا معناتها جبتك خطيره كل مره هلوست في الرومبوان تاع حلق الواد مدام كيفاش؟ كل مره هلوست في الرومبوان تاع حلق الواد خايف كان يجيني هو يمشي سمعت به يمشي الاذاعات مدام هو يحضر في الاذاعات كان نمشي له الاذاعه يا خويا يا اخي كيفاش تحكي سامحني انت في الاذاعه مش احضر في الاذاعه سي حاتم والله ما نعرفش ما عندي حد يعدي لي في الاذاعه وكان نقسم ثنيه انا وياه ترو كولر مريض ولا كانت هيدي كتكش مريض ولا تحية للسكرتيرة الأولى والثانية اللي وسعوا بينهم مش مريشتها لا فما مريض مريشتها فاست المساك اي فاست المساك تصويرة ومنشر منين شفته منين شفته من الأفكار الحمد لله اسمعني عنده انسبيراسيون من الحق نحبوا لوجه على الحاجة اللي تحملوا في الانسبيراسيون ربي سؤال سجلت وحدك اي خاطر شو قد معك وحش يضحك أكدلك. لا معايا صافي ما ضحكتش شدت روحها انا غالب الخدمه خدمه كانت هذه ترو كولر كاب اف ام الكلمه ليك